يورجن كلوب يرحل عن ليفربول. رحل يورجن كلوب، زهق على ما يبدو، قرر انه يتعاقد على ما يبدو، لكن مو صلاح بهذه الروح المصرية الوثابة، مو صلاح بعقله الذكي وبضميره يمكن تقول أو بروح ابن البلد المصري، قال سوف أظل على التواصل مع كلوب طول حياته. خليني أفهم يا ترى، هل ترى يورجن كلوب ليه ساب ليفربول؟ ورأي الأستاذ ياسر الشنواني في كلام مو صلاح. أستاذ ياسر الشنواني محللنا الرياضي الكبير من لندن، أهلا بيك. استاذ يوسف، سعيد دايما ان انا اكون معاك كالعاده. انا الاسعد كما جرت العاده والله. قول لي، هو يورجن كلوب مشي ليه؟ اولا يورجن كلوب، يعني احنا بنتكلم عن اسطورتين، يعني اسطورتين في كره القدم، اسطوره كمدرب وهو يورجن كلوب، واسطوره كلاعب طبعا محمد صلاح. لكن يورجن كلوب دايما يورجن كلوب بيقعد مع انديه فتره كبيره، وبعدين في الاخر بتحصل يعني سوء في النتائج شويه. حصل مع ماينز، حصل مع بروشيا دورتموند لما كان في المانيا، ودلوقتي حصل مع ليفربول. لكن انا شايف ان من اسوء الحاجات اللي حصلت ان هم اعلنوا ان يورجن كلوب هيسيب ليفربول بدري، ان دي اثرت تاثير سلبي كبير جدا على نتائج ليفربول. لكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه، ان محمد صلاح يعني بالطبيعه المصريه انسان، يعني زي ما احنا بنقول عندنا انسان نضيف، انسان نضيف دايما ما بينساش ابدا اي حد احسن اليه. يعني محمد صلاح رغم ان كان في موقف كان على الملأ بالنسبه للناس جميعا، المشكله اللي حصلت الاخير، وكنت مع حضرتك وتشرفت مع حضرتك واتكلمنا عنه قبل كده، ان حصل قدام الناس ان حصل زي شد ما بينهم، لكن الشد ده بيحصل مع اي حد، يعني ممكن اي حد في شغله في بيته في اي حد يحصل شد. لكن النقطه ان هي دايما لعيبه الكوره سواء مدربين سواء لاعبين بيبقوا يعني تحت المنظار، والكاميرات كلها بتشوفهم والاعلام كلهم بيتكلم عنهم في عصر موقف. لكن محمد صلاح طلع النهارده واتكلم عن يورجن كلوب كلام يعني يدل على ان محمد صلاح مش اسطوره بس جوه الملعب، لا اسطوره كمان بره الملعب، في تعامله مع الناس بيقدم نموذج يعني من احسن النماذج بالنسبه للاعب العربي بالنسبه للاعب المصري. فكلامه عن يورجن كلوب اتكلم عن البدايه. محمد صلاح لما جه بريمير ليج، طبعا بريمير ليج اقوى دوري في العالم، كان بيبقى صعب على اي حد ان هو يعني يتاقلم مع البريمير ليج، وحصل ان هو كانت بالنسبه له مشكله شويه في تشيلسي مع جوزيه مورينيو، ما كانش اخذ فرصه، لكن مشي وراح رجع ايطاليا فيورنتينا وراح روما وتالق. وبعدين اتكلم عن يورجن كلوب اما عرض على صلاح انه يجي ليفربول، وقال له ان انا بحاول ان انا اعمل فرقه جديده ليفربول، فرقه قويه تنافس ترجع ليفربول لمنصه التتويج، ساديو ماني فيرمينيو البرازيلي. وفعلا وقال لمحمد صلاح حاجه مميزه جدا، ان انا هخليك تاخد راحتك، لما حد يدي لحضرتك الثقه في اي حاجه فدي دايما بتفرق وبتخليك تعمل نتائج ايجابيه، وده اللي حصل محمد صلاح. شايفين هداف الدوري الانجليزي كم مره، ان السنه دي حتى رغم ان ليفربول ما اخدش بطوله غير الكاراباو كاب بس، وخرج من يوروبا ليج وخرج من بريمير ليج وخرج من الاف اي كاب على يد مانشستر يونايتد، لكن محمد صلاح كان بينافس على هداف الدوري. محمد صلاح اتكلم عن البدايه، اتكلم عن علاقته بيورجن كلوب، اتكلم على ان يورجن كلوب كشخصيه بره الملعب دايما محمد صلاح بيتصل بيه بيساله بياخد رايه، وقال في النهايه يعني جمله يعني تقضي على كل الشائعات، ان يورجن كلوب هيفضل بالنسبه له شخصيه مهمه جدا، وهتفضل العلاقه ما بينهم وبين بعض قويه جدا. محمد صلاح واضح جدا ان هو شخص حاد الذكاء مهنيا واجتماعيا كمان. مين بقى اللي ممكن يخلف يورجن كلوب في ليفربول؟ هو دلوقتي طبعا هم جابوا المدرب بتاع سبورتنج لشبونه، وكان في كلام كتير جدا ان هم عايزين تشابي الونسو، لان شايفين تشابي الونسو طبعا بيحقق يعني مش انجاز، بيحقق اعجاز مع باير ليفركوزن موسم كامل بدون اي هزيمه، يعني نتائجه في بطوله اوروبا يعني كلام كتير جدا، لكن باير ليفركوزن يعني اغلق كل الشائعات وقال ان هو قاعد موسم كمان مع باير ليفركوزن، لكن دي مدرب جديد سبورتنج لشبونه. لكن انا شايف ان اي مدرب جديد هيجي على ليفربول اكيد محمد صلاح دلوقتي ليه وضع كبير جدا 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 جدا. محمد صلاح مش اسطوره بالنسبه لنا احنا كمصريين وبنفخر بيها، لا ده اسطوره بالنسبه لليفربول وجماهير ليفربول، اسطوره في كل العالم كل الناس بتتكلم عنه، صح. يعني كلام يعني يدعو فعلا للفخر، وخصوصا لما يطلع تصريح زي ده، وخصوصا بعد المشكله يعني بيثبت للعالم ان انا كمحمد صلاح ازاي ان انا فعلا اسطوره جوه الملعب واسطوره
بره الملعب. صحيح. انا بشكرك جدا جدا يا استاذ ياسر، كل الشكر لمحللنا الرياضي الكبير استاذ ياسر الشنواني، كان محدثنا من لندن المملكه المتحده.